شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في المؤتمر الدولي حول تغير المناخ والاحتباس الحراري في نسخته الرابعة الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد، ويسلط المؤتمر الضوء على التحديات والحلول الذكية لمواجهة تغير المناخ والاحتباس الحراري. وشاركت الهيئة بورقة بحثية حول التمثيل المكاني للتغيرات المناخية في منطقتي الخليج العربي وبحر العرب، والتي دعت إلى أهمية الاستثمار في تقنيات الاستشعار عن بعد ورفع مستوى المعرفه في استخدام نماذج المحاكاه والتنبؤ لفهم التغيرات البيئيه بشكل افضل للحد من مخاطرها